ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولا كل من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد لا تحط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي هواه ما بولاد وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا وخيب لما تكون جاي كلمة ونص. السلام عليكم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كلمه ونص نبديها من الموجز. متضمن مع هذه السلامي حمله اطلقها عدد من النواب لاطلاق سراح النائب هادي السلامي الذي حكم بستة اشهر حبس مقابل دعوى رفعتها ضده وزاره التجاره. بغداد وأربيل خارج نطاق التحليل من سفرة برزاني لواشنطن والسفرة المتوقعة للسوداني لواشنطن أيضا، ناهيك عن تأزم موضوع صرف رواتب الإقليم بناء على قرار المحكمة الاتحادية. اليوم أطلق أعضاء مجلس النواب العراقي حملة اسمها متضامن مع هادي السلامي النائب العراقي المعروف بتصديه لانتقاد مفردات السلة الغذائية السيئة. السلامي وبظاهرة لافتة تم الحكم عليه بالحبس مع التنفيذ 6 أشهر وهذا تأسيسا على المواجهة بينه وبين وزارة التجارة. الحملة أطلقها النائب حسن سالم هاشتاك كتبه على صفحته وصف فيه السلامي بالشخصية الوطنية ولسان حال المواطن العراقي وشارك بهذا الهاشتاك كتلة حقوق اللي يرأسها النائب حسين مونس حيث طالبت بإطلاق فوري لسراح السلامي وأنه حبسه يتعارض مع المادة 62 من الدستور الشاملة للحصانة البرلمانية. ومن المشاركين بالحملة النائبة سروة عبد الواحد اللي قالت إنه بعد حبس السلامي على البرلمان أن يفكر جديا باستجواب وزير التجارة عن عدة ملفات ومنها البطاقة التموينية. والحقيقة موضوع حبس السلامي صفون ومع حفظ مقام القضاء العراقي فإنه من الغريب أن يحبس السلامي في وقت أن المرشح لرئاسة البرلمان نائب مطالب للعدالة بقانون المساءلة والعدالة، بل ومن النواب المطلوبين للعدالة ولديهم قيود جنائية وجرائم بحق الشعب العراقي وأحكام قضائية تخص ضلوع بعضهم بالإرهاب وتلوث أيديهم بقتل العراقيين أصبحوا نوابا ورؤساء كتل، ومنهم من تم انتخابه محافظ. ونكرر تأكيدنا على احترام القضاء العراقي، لكن قضية السلام بها أكثر من وجهة نظر، فالرجل لا ثبت عليه الفساد ولا الرشوة ولا صفقة القرن، بل جل ما فعل السلامي كشف صفقة الرز الفاسد بمخازن وزارة التجارة وهذه حقيقة. ألم تخزن وزارة التجارة الرز في مخازن الشاي عوضا عن السايلوات؟ ألم يغرق هذا الرز نتيجة سوء الخزن؟ ألم تسلم المواطنين رز معفن؟ هذا ما قال السلامي، والحقيقة كل العراقيين يعرفوه ويعترفون به، فالحقيقة أبدا ما يغطيها غربال. انتظرونا بعد الفاصل. نجي على موضوعنا الأساس، موضوع مي بغداد ولبن أربيل، واللي ما يقول العلاقة متشنجة خليه يراجع نفسه وقراءاته، بس متشنجة بين منو ومنو على شنو؟ إنه صعب تفصل ملف عن ملف حتى وإن بدا داخليا. لعد هي شوية من يسبق مسرور برزاني بزيارة لواشنطن زيارة السوداني، ولو كان هناك تناغم بين الاثنين فإنه هذا يعتبر قفزة بروتوكولية على الخطوات الاتحادية. بالمقابل تشوف عطواني رئيس اللجنة المالية بالبرلمان شي يقول بيوم سفر مسرور، يقول ماكو رواتب الكردستان الآذار لأنها لم توطن امتثالا لقرارات المحكمة الاتحادية.
هاي المحكمة اللي تعدها حكومة برزاني بأنها غير دستورية أصلا. زين برزاني ليش راح لواشنطن؟ ناس تقول راح بصدد تسوية لديون بذمة الإقليم بمثابة غرامات لشركات عالمية. زين اللي رايح يسدد ديون يستقبلوه أغلب المسؤولين الأمريكان على السجاد الأحمر؟ لا عيني، لا أصلا أغلب الزيارة قضاها بارزاني في وزارة الدفاع الأمريكية، وأكد طلبة لأسلحة ثقيلة ومنظومات دفاع جوي نوعية بل وصواريخ باليستية لتجهيز البيشمركة، ليخرج بحصيلة تصريحات من واشنطن تؤكد أن كردستان حليف ديناميكي دائم لها في العراق. وحكي وياك يا تشنتي أو وحكي وياك يا بنتي وسمعك يا تشنتي، والمقصود الفصائل المسلحة وإيران، وأن رفضت أمريكا تزويد بارزاني بالأسلحة الثقيلة اللي طلبها لكنها وافقت على منحه مضادات جوية خفيفة متوسطة ممكن توقع الدرون. طبعا لأن أمريكا رغم كل شيء تخاف أشد الخوف من استفزاز إيران بشكل سافر ومباشر. وخلي نرجع لموضوع الرواتب وقرار الاتحادية، حيث إننا لا نرى بالأفق أي احترام كردستاني لقرار المحكمة الاتحادية، فهل سيطبق السودان القانون وإن خسر حلفاء مؤهلين أم سيجامل أربيل؟ وهل سيستلم الموظف في الإقليم راتبه لشهر آذار وما يليه، أم أنه الموضوع نفس الطاس ونفس الحمام؟ خلونا نشوف، انتظرونا بعد الفاصل. الموروث لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والأمان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في كلمة ونص. أرحب بضيوفي الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عماد أبو سافر، حياكم الله أستاذ علي، ومعي عضو الحزب الديمقراطي كردستان أستاذ مهدي عبد الكريم، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. قبل ما ندخل بين بغداد وأربيل، خلونا نمر مرور الكرام ولو بسؤال واحد لكل الضيفين أساتذة حول موضوع النائب هادي السلامي. برأيك تسرع سيد السلامي وتحدث بما لا يفقه أو أنه لم يستند على وثائق حقيقية تكون ممسوكة باليد، وهل بقى يعني اعتراضات بعض نواب الإطار أو كتل الإطار هي ضد القضاء وضد قرارات القضاء؟ ما شايفين من الإطار أنه يطلعون يريدون تدخل سياسي بقرار قضائي؟ شكرا جزيلا أستاذ الياس، تحية لك ولضيف الكريم ومشاهديكم الأكارم. يعني قضية الأستاذ السلامي حقيقة قضية متداخلة، أنا أعتقد أنه بها عدة جوانب. الجانب الأول يثبت بأن القضاء يتعامل على حد سواء كان نائب أو كان مواطن عادي، يتعامل مع الأوراق اللي موجودة والتي تقدم إليه. المختصين يعني فسروا هذا الموضوع وبقضية أنه كيف تم إصدار هكذا أمر ولم يتم رفع الحصانة عن هذا النائب، وبينت أنه هناك مواد قانونية لا يشترط بها رفع الحصانة عن النائب. هاي قضية. القضية الأخرى، أنا أعتقد الأخ السلامي يعني قال أنه أنا استخدمت هذا الكتاب اللي سحبه من الفيس، مو دقيق. هذا يعطينا انطباع انه كان مندفع. لا مو قضية مندفع، بس هو انا اقول النائب يجب ان يكون متمكن من ادواته الرقابية. ما من الممكن اليوم اني اروح ادخل بقضية، هذه القضية ممكن اثبت بها الكثير من الهدر بالمال العام او الفساد الاداري او وما يترتب عليها من 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 قضايا، يجب أن تكون الشهود والوثائق اللي تحت اليد هي قضايا معتبرة لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل، وقضية ما تقبل أنه واحد يجي يطعن ويقول لي هذا ما
أنا إذا مر علي هذا الكتاب وأني نائب سلطة تشريعية سلطة رقابية، ما من الممكن اليوم أنه أقول إيه هذا خلي يمر علي، هو أكيد راح يمر على بقية مؤسسات الدولة. هاي القضية بها 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 الكثير من الجوانب. طيب اليوم السيد حسن سالم اللي هو عضو بالإطار، كتلة حقوق جزء من الإطار، وبقية الأعضاء اللي هم أيضا هم بالإطار معترضين على قرار القضاء في موضوع السيد السلامي، وهناك مطالبات للقضاء بالإفراج عنه. لا هذا يعد تدخل سياسي في القرارات القضائية؟ لا، هي هو القرارات القضائية باتة وملزمة. يعني احنا ما من الممكن اليوم أن تكون هناك مطالبة بالإفراج، ممكن مطالبة بتعديل هذه الـ 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 يعني إذا ما طلع باكر أو عقب باكر السيد السلامي، هذا ما يعطي رسالة للشارع بأنه هناك ضغط سياسي على القضاء؟ لا، أنا أرفع القضاء حقيقة، أنا هم أرفع القضاء ذلك. أنا أقول الضغوط يعني كيف السياسية راح يكون ردة الفعل؟ يعني ما أعتقد أنه القضاء عندما أقدم على هكذا قرار ما كان عنده حسابات بأن تكون هناك ردود فعل وردود فعل سياسية. نعم. اليوم القضاء لما صدر هذه القضية وما صدرها على مواطن عادي، صدرها على نائب. نعم. هذا النائب تحت قبة البرلمان، نعم، صوت عالي، صوت عالي، ممكن وراء حتى إذا كان هذا النائب مستقل ممكن أن تكون هناك تعاطف وانسجام مع كتل سياسية. لكن هذا ما يعطينا رسالة أو انطباع بأن القضاء يعني يحتكم للأمور السياسية ويتكون عليها ضغوط سياسية ويستجيب لهذه الضغوط. ما أعتقد بهذه الصورة. حياك الله أستاذ مهدي. شلون تعلق على حبس نائب بالبرلمان العراقي؟ شلون تنظر إلى هذا القرار؟ هل هو الأحق بالحبس أم أن هناك نواب كثر ومسؤولين ممكن من الدرجة الأولى عليهم قيود جنائية وعليهم نور زهير يعني أكوه بالشارع؟ أي شلون نتعلق على يعني بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وقناتك ومشاهديك الكرام وأخي العزيز أستاذ حياكم الله أستاذ عماد المحترم وإلى مشاهديك. أولاً أرجع عندي تعقيب على المقدمة ماتك النارية اللي استلمت شين مسرور؟ كل الإقليم أنت دائماً مستلمهم مربعتين، بس أريد والله مقابيلهم أنبياء يعني إحنا راح نناقش. لا المقابيل نازلين من القمر ما عندهم اي اخطاء؟ لكن هذا بعدين نجاوب. انا وياك لا الاخطاء واضحه بالشارع بعدين اسجل. مو اللي تثبت احسنت لي. الشارع يثبت لي هواي اكو اخطاء. اجاوبك على سؤالك شقين حقيقه. مساله السيد هادي السلامي، اولا انت كنائب، انا يعني النائب هو عمله انه يراقب ويتابع ويستجوب. انت كمل كل اموراتك وجبها للوزير نفسه، ليش اروح اقدم ورقه كانت صح او خطا؟ برلمانه معطل اجيب اسوء برلمانه معطل شي الرجال شي يسوي شي لجأ للاعلام شي لا مفروض ادواتي مثل ما قال اخوي عماد ادوات البيدي اول شيء انا اضمن نفسي واضمن سلامتي واكون مصداقية امام الشارع. هذا واحد. اثنين اجعد على الراس الكبيره اللي موجود بوزاره التجاره وباي وزاره كان. مو هي المشكلة انه على 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 قولتها انه اذا ما بيه خبزه ما اركض وراها. ربع اذا 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 وزاره ما بيه خبزه اصلا تنعب. اكو بعض الوزارات اصلا ما حد بحاله. اكو من يصير تدقيق على وزاره وعلى وزير خلفيات هذا الموضوع. اكو غير امور تدخل تمام بيها. اكو يعني نوايا. لكن انا اسالك أنا سؤال، أقول هل وزاره التجاره هي وزاره ملائكية وبالتالي السيد السلامي كل الوزارات استاذي، أم أن وزارة التجارة بها هواية خير ممكن أن يأخذوه وممكن السيد السلامي واحد منهم؟ والله شوف لا أنا لا يعني هذا السلامي وغير السلامي مع احترامي وحبي كل النواب اللي موجودين عندنا، مجلس النواب كل الحب والاحترام له، يعني صلاحيات تكون هو يعمل بما هو أول شيء يرضي الله ويرضي الشارع. ده يصير هذا؟ لا خلاص. إذن هذه رسائل من القضاء إلى البرلمان بأنه لا يوجد أحد. هاي القضاء على عين الراسي. أنا شوية بدي أختلف مع أستاذ مشكلة القضاء. لا مو هسه زهير نور زهير إيش قد ماخذ؟ مو ذاك هو بالشارع يفتر
مو ذاك اللي ساعد الـ 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 المجرم الثاني اللي انهرب من مصر ضياء الموسوي يو غيره غير اكو من يصير تعامل بمعيارين هم صعب هم واحد يظل بشك ايش ما يكون ايش قد ما تقول هاي قرار صحيح وعلى راسي وما يقارب بس من نشوف بصفه غير شكل بينك وبينك طيب. خليني اروح الى موضوعنا الاساسي اللي هو العلاقه بين بغداد واربيل هي متشنجه لكن مثل ما قلنا متشنجه بين منو ومنو على شنو الان السوداني مو خصم الكردستان بل حليف لكن كتلة السوداني هي اللي تحاول دائما أن تضغط بشتى الوسائل في سبيل الهيمنة على الإقليم في سبيل هكذا يقولون في سبيل مثلا دائما جعل الأمور متشنجة بالعلاقة ليش هذا الموضوع الآن السوداني بين نارين بين نار الإطار والقانون وبين نار الحلفاء والحياة السياسية أنا ما أعرف شلون الإطار يحاول لأن يهيمن على الإقليم هذا الإقليم بغض النظر عن التوجهات السياسية لكن بالنتيجة للأخوة الكرد عراقيين اليوم الموظفين بالإقليم اللي ما ماخذين رواتب كل واحد ذاك اليوم أتكلم ويا واحد من الأخوان يطلب 22 راتب وانت تخيل يعني هذا من سليماني يمكن يعني من سليماني وحتى من أربيل يعني انت من نقول هيجي تخيل انه هذا يطلب 22 راتب ويجي الاطار يريد يهيمن على الاقليم تمام ويصدر قرار يلزم الاقليم بتوطين الرواتب ويطلع هذا المواطن فرحان بهاي الهيمنه يوزع شكليته ويحتفل ماكو شيء احنا نتعامل الفرحان عطوان تحسه يعني يوم ترى ماكو رواتب مال اذار لا لا لان الاقليم ما وطنوا تحسه اداه ضغط لا في سبيل خلق ثوره جيار لا خلق ثوره جيار لا استاذ الياس خلقت الوضع بالاقليم استاذ الياس اولا الاقليم انما ما يقدر يدير هذه القضيه وما يقدر يوفر رواتب الابناء محافظاته فهذه مشكلة كبيرة ليش وهذا السؤال اللي يطرحونه الأخوة الموظفين بالإقليم ليش النواب السابقين والرئاسات ويستلمون رواتبهم من بغداد ليش احنا ما نستلم رواتبنا من المركز القضية بها أكثر من تفصيلة الكشف عن عدد الموظفين داخل الإقليم يرعب المسؤولين الإقليم يرعبهم لأنه أكو أعداد موجودة على الورق ما موجودة رايح ديوان رقابة ماكو ديوان أستاذ بهدي داكم إلي قال لي دي يشتغلون منتهى الأرياحي بخدمتك والله ديوان الرقابة المالية في آخر زيارة لها تكلمت مع أحد الإخوان الذين كانوا من ضمن هذا الوفد قال رحنا للإقليم ثلاث دوائر ما قدرنا نطبهن اللي هي الأسايش والبيش مرقة ورئاسة الإقليم هذا اللي ممنوع نطبهن بقية الدوائر طبيناهن ومع ذلك الدوائر اللي داخلين بيها يعني المديرية العامة بها مدير عام واحد يقول تفاجئنا بمديريات عامة بها اثنين مدراء عامين لا لشيء إلا أن يأخذ راتب ثاني هاي القضية من تجي تصير يعني تتوطن الرواتب راح تكشف كل هذه الأوراق طيب زين اليوم هذه مطالبات المواطنين وفرحتهم بأن توطن الرواتب من ضمن المركز هاي مو هيمنة هذا إحقاق حق للمواطن الكردي إذا المسؤول الكردي يحاول يستحوذ ويعتقد أنه هذا ممكن يسوي لي خلاف وشرخ ما بين السوداني وحكومة الإقليمية أبداً أبداً هم لا جداً أبداً منسجمين لا أبداً أبداً يعني المسألة مسألة أولاً مسألة قضاء القضاء بت بهذه القضية لا الإطار ولا السيد السوداني نعم بت بهذه القضية بعدين السيد السوداني ينظر إلى المواطن في البصرة كما ينظر للمواطن في سليمانية وفي أربيل وفي إتوك وفي الأنبار طيب تمام واحدة من أولويات السيد السوداني اللي هي الملفات اللي عرضها بداية تشكيل الحكومة واحد من هاي الأولويات بل الأولوية الكبرى يقول أنا أريد أعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية أنا شلون المواطن الكردي هسه بغض النظر شلون المواطن الكردي يروح لصناديق الاقتراع تمام وهو ما مستلم راتب ينتخب منه إذن ما سلام مهدي سؤال صدق يعني ليش أغلب المسؤولين مثل ما قال أستاذ عماد إنه يستلمون رواتبهم سؤال يطرح المواطن الكردي بالإقليم يستلمون رواتبهم من بغداد التوطين وين المشكلة بيه هو فعلا يقلل صلاحيات أرد لي على موضوع أنه ديوان رقابة المالية ليش ما يقدر يطلب للأسايش والبيش مرقة ورئاسة الإقليم ليش ما كاشفين هاي الداتا مال الموظفين أول شيء
حتى أكون هم واضح وصريح بها. مال الإقليم ما يقدر يدير، هاي نقطة. نقطة ثانية، شنو الأسباب اللي ما يخلي الإقليم ما يقدر يدير؟ السبب الرئيسي أولا أنت داز لي موازنة. ما داز لي، أنا بيش أعيش بيش أشتغل؟ موازنة. موازنة تمام. أنت إذا ما تدز لي موازنة أنت تجيبها من يا سنة جايب، تجيب لي سنة وتحدى أكبر واحد يقول لي واصلة موازنة إقليم كردستان كاملة، هذا واحد. اثنين، أنت من تربط لي أكو جهات، هذا حكي جره واي، أكو جهات تريد مو بس تفرغ الإقليم من 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 محتواها، تنهي، لأنه أكو عقل الشوفيني، العقل السابق بعد براسه ما يقبل أنه كل شيء لازم يكون جوا إيده. السلطة المركزية ما يقبل ومتعود على هالفوضى. اثنين، أنت هجهات شيعية سنية موجودة تعرفها، هذا يدخلنا بغير، يعني وفعلا أكو جهات تريد تهيمن على الإقليم مليون بالمئة، وانطيك بدلائل همنا مثل وبدلائل. انت من تختلف وياي من اضربك على راسك، احرق البليس بليسك، اهجمك هجم، امنه اني. اثنين، اريد اقول لك شيء، يعني انت من تربط رواتبي بالنفقات الفعليه بما معناه انت اقعد اسكت زين، انت تدز لي الموازنه اعطيني فلوسي ذاك الوقت على حاسبني، اما تقول لي من الرقابه الماليه، هي اهم شغله تكون مرتبطه بشغله، اقول لك سلمني المنافذ سلمني الواردات وانا اعطيك موازنه. راح اقول لك شيء واحد على راسي، صحيح الرقابة المالية كل من يقول لك لحد هذه اللحظة، لحد أول البارحة استلموا الأقراص الخاصة بناكهم، ها إيه؟ تعامل مباشر يوميا. نعم. يوميا، وأنا مسؤول عنك بالأسايش والبشمرقة ورأس الأقليم. شوف هسا أسايش هسا هنا المخابرات تطي الأمن الوطني ينطي ما ينطي الجهات الأمنية خاصة، يعني ما تطي بداتا مالتها وزارة المالية حتى تصرف الرواتب. أنا مقاطعتك حبي، أنا مقاطعتك تمام، من أقاطعك ذاك الوقت تحكي زين. الأسايش والجهات الأمنية الموجودة هناك أنت تعربها بعد، قلت لك إياها، من السلمة داتا مالتها ذاك الوقت هي أساساً أمنية ما يصير. لا شلون أعرف عدد الموظفين لا لا قول في أشمال لا 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 استفهام شلون أعرف أنا عدد موظفين رئاسة الإقليم والأسايش والبيشمال أنا ما إذا ما ماخذ من عندي أنت كل بيانات الموظفين والمتقاعدين والشهداء والمقامارق والمنافذ، أنا خسارة لك في كل شيء، في كل شيء لحد البارحة. بغداد بتتعامل بنوايا سليمة مع أربيل وبالعكس لا 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 تقول لي بغداد، بغداد من تقول بغداد تقول لي حكومة السودان، السوداني إنسان محترم، إنسان راقي، يعمل على تصوير كافة المشاكل الموجودة ليس بين كتلة السودان. هسا ما سميني أشياء أنا معلومة، أهني داري أعرف كتلة السوداني من هو الإطار، من جابه يعني خلاص هذا الإطار، هذا هو أكو جهات جهات معروفة عمانة زين. اليوم لذلك السيد مسرور بارزاني راح لواشنطن، سبق البروتوكول اللي المفروض رئيس الحكومة الاتحادية يروح لواشنطن. أكمل سؤالي، المن راح حتى يسوي الديون اللي هي مثل ديون لشركات عالمية، لو راح يطلب الدعم اللوجستي بالسلاح الثقيل ومقاومة الطائرات والمتوسطة الحيوية حتى يوقع الدرونات اللي فوقها. أولا الزيارات إن كانت خارجية داخلية ما تنظم، هاي واحد. اثنين، اكو صلاحيات للاقليم وصلاحيات للمركز وصلاحيات مشتركة بين الطرفين زين. واكد لك نقطة، ماكو خطوة تخطية خاصة في هذه المرحلة حكومة اقليم كردستان، واذا ماكو تعاون بينه وبين حكومة السيد السوداني، ان كان زيارة وان كان هاي الزيارة كانت موعدها مسبق، مو اليوم البارحة صار الموعد مالتها، ومن راح السيد مسرور البارزاني الى واشنطن ما راح بكيف راح، اكو دعوة اجته، وهاي الدعوة من تروح أنا عندي إقليم وعندي شارع وعندي متطلبات. من ضمن اللي موجود عنده أسهر، أقول لك شيء، بيشمرقة ماخذ درهم من العراق من المركز، درهم طلقة ماخذ بيشمرقة اللي هناك حرس الحدود، حرس الإقليم، حرس الإقليم، لا فلوس لا راتبة ولا سلاحة ولا عتادة، داخله ديست من المركز. شنو هدف زيارة سيد بارزاني؟ اولا امنيا ولا اقتصاديا؟ اقتصاديا وامنيا، شكو بها يعني اغلب الوقت قضاء بالبنتاج. شنو الضرر؟ شنو الضرر؟ انا من دا اسا انت ليجيك على راسك 24 ساعة في حالة اختلفت وياك ودقيت فوق راسي هاي الصواريخ، وانا ما عندي فشي اسا لا بغداد تطيني حتى انا احمي جوي، واحنا الحمد لله وشكر سيادة مخترقة 24 ساعة من اي طرف وين كان زين. فلهذا السبب
يعني مو 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 مستغرب عليه. ليش يعني اذا اخذت مساعده عسكريه وهي اساسا بدها تساعد بيشمركه شنو المشكله؟ بس بيشمركه اذا صار عندها سلاح شنو المشكله؟ راح تأتمر بامره الحكومه الاتحاديه؟ اقول لك ما زال اكو اتفاق بين المركز والاقليم خاصه المرجع. اقول لك مو اتفاق مو دستور كلام ما بين السياسيين ممكن يقلبون على افواج عراقيه الان موجوده في اقليم كردستان والويه موجوده في اقليم كردستان. هذا شيء يدل اي خطوه تصير اي خرق دا يصير اذا ما يصير التعاون بالعمليات المشتركه بنفس اليوم ثاني يوم يروحون يجيبوه يجون. اذا اكو تعاون حتى عسكري بين المركز. احنا ليش دائما نخلي الاسمين؟ انا ما اريد اخلي اسمين. انا عندي رئيس اقليم رايح لواشنطن قبل زيارة رئيس حكومة. اخي اقليم مو شارع. صح اقليم صحيح. يعني تري شنو اقليم؟ بس باشر عقبة باشر عقبة هسه محافظين مال البصرة من يطلع يروح السعودية يروح محافظ الديواني اي محافظ من دي يروح مدى يعني تلزمون تخنقوه؟ لا طبعا خلص. زين استاذ عماد اتضح ان الوزن السياسي للقوة السياسية بالعراق هو الحاكم والا رئيس اقليم يستقبل من اغلب الممثلين للمؤسسات الحكوميه والرسميه الامريكيه على بساط احمر. هاي ما صايره يمكن ويا اي رئيس وزراء سابق. وزن سياسي برايك ليش هذا يحظى السيد بارزاني بهذا الاهتمام ويستقبل من هكذا شخصيات وهو ذاهب لاي الهدف؟ يعني انا اعتقد زياره السيد البرزاني الى واشنطن لا هي سياسيه ولا هي ولا هي امنيه. يعني معروفين الاخوه الكرد عندهم لوبيات داخل الولايات المتحده وهذه اللوبيات ممكن توظف هذه الزياره لقضايا اخرى. يعني مثل يعني خليني اوضح لك الفكره. انا اقول عندما تكون هناك دعوة مقامة ضد رئيس الإقليم وفي محكمة أمريكية ويبلغ رئيس الإقليم بموعد هذه الدعوة وتتزامن ويا الزيارة لواشنطن، أكو دعوة على رئيس الإقليم بأمريكا؟ أي طبعا أكو دعوة قضائية رفعتها منظمة بسبب اتهامات عديدة، يعني اتهامات الخطف والاغتصاب وتغييب الرأي العام وغيرها وغيرها وموجودة وهذا موجود بمحكمة أمريكية. زين الأمريكان دائما ما يعني هو ذهب إلى واشنطن لكي يدلي بإفادته؟ طبعا طبعا. خلي يقول على المحكمة الأمريكية محكمة الثورة. الأمريكان يلعبون على وتر الانقسامات الداخلية. بس هذا دليل على براءة أنه رايح لا مو بكيفه. لا مو بكيفه. مو بكيفه طبعا المحكمة الأمريكية مو بكيفه. الأمريكان لما يوظفون هذه الطريقة ويأطرونها بإطار زيارة رسمية واستقبال رسمي مؤكد يوظفونها لأنهم يلعبون على وتر الانقسامات الداخلية ودائما يخلون هذه القضايا كورقة ضغط على الحكومة المركزية. يعني أنا أقول ما من الممكن اليوم اغلب الزياره ما قضاها بالمحكمه السابعة ما قضاها بالبنتاغون. هسه المثل يقول العربي يقول الاثر يدل على المسير مو احنا نستنتج. انا اجي هسه مو سيد البرزاني، سيد البرزاني رئيس اقليم وعنده مستشارين عسكريين تمام واشاروا عليه انه يروح مثل ما تفضل السيد مهدي انه متعرضين لقصف وغيره ودرونات وباليستي ولازم احنا تكون عندنا منظومه على الاقل منظومه دفاع جوي وخلي يروح السيد رئيس الاقليم يعقد صفقه يعقد كذا هسه بموافقه المركز بدون موافقته هذا بحث اخر. انا هاي منظومات الدفاع الجوي لما اشوفها الامريكيه المتطوره لما اشوفها صارت خرده امام الدرونات والباليستي مال المقاومه على غزه انا راح اتعاقد وياهم على شنو خساره فلوس هاي هذا ما بيها بعد نظر عسكري بس انطو من يقول انطو مضادات هذا موقع المونيتور الامريكي انطو صح رفضوا تزويده بالاسلحه الثقيله لكن انطو مضادات جويه خفيفه ومتوسطه توقع الدرون شو يسوي بيه توقع الدرون ما يوقع ناس نسبه وبطل لا لا لا, لا استاذ بس خلي شويه شويه هسه هي اليوم القبة الحديدية الفولاذية مال الكيان الصهيوني صارت خردة شنو هاي المضادات البسيطة اللي الطوهية لا هذه القضية أبعد من هذا. أنا وجهة نظري وجوز أنا خاطئ القضية زيارة لا هي اقتصادية ولا هي أمنية
قضية أكو أمور قضائية تغلفت بهذا الغلاف حتى تبقى العلاقة الأخوة الكرد بالولايات المتحدة علاقات مميزة. طيب أستاذ مهدي، معظم الزيارة أكرر قضاها السيد بارزاني في البنتاغون، هذه رسالة غير مطمئنة لإيران. أقول لك هو اللطم كله بالعراق بين من وبين من، بين أمريكا وإيران، رحمة الله على أمك. مع كل الأسف العراق في هذه الفترة أو في هذه المرحلة أصبح ساحة تصفية بين الدول الإقليمية، بين الدول العالمية، كل ما أكو فد شيء يجيب رأس العراقي. زين أنا مو من حقي على الأقل حافظ، خلي للكل أنا أحكي، خلي يكون عندي فد قوة، فد رادع، فد قرار واحد. إلى متى نبقى هذا قال فلان وحكى فلان؟ أنت لاعب، أنت عضو بحزب، لاعب أساسي بالعملية السياسية، وتعرف بأنه القرار بالعراق يعني يتبع أهواء سياسية، وهذا ندري بيه وصلنا 20 سنة على هالوضع. لكن من يروح رئيس إقليم يروح يجيب لي مضادات مضادات جوية، أنا ما خلتني أجاب، أنت توديني مشلب بالمضادات الجوية. يا أخي أكو مواقع، سلاح راح يدخل للعراق، والله العظيم أكو مواقع، أكو هذا ما يهدد بحرب أهلية. أذكرك 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 هاي المواقع نفسها قالت العراق بعد شهرين راح يصير بيه انقلاب، مو قالوا وقالوا غيرها، القوات الأمريكية راح تدخل تغير الأكو والماكو، قالوا يا ما قالوا. وين أنت؟ مو كل ما يقال هو صحيح، وكل ما ينشر هم صحيح، خاصة حتى بالصحف الأمريكية والمنظمات هاي اللي لها بداية ما لا نهاية. زين ثلاثة، أنا إذا علي قضية أخوة رايح برجلي لهناك، قضاء الأمريكي مو قضاء بغداد، خلينا نقول عليه مو مثل ما قال، وامريكا هم مو مثل حكومه بغداد، يعني ما تغض النظر وما خالف بابا حليف الله على والدي دول امريكا مثل ما قال استاذ راسا اقودك وخليك اذبك اذا اكو شيء. هو راح على هذا الموضوع، شفتك ابتسمت. انا اقول لك هسه 100 اتهام اتهمني، بس واقع الحال انطيني هذا، تعال انت متهم جيب. هسه مثل ما يقول لك لا، هي اكو قضيه لو ماكو، هو اكو قضيه لو ماكو حضرها السيد بارزاني ولا اليوم وزع قوه اليوم. روحي انت استاذ مهدي، اكو قضيه لو لا لو السيد بارزاني لو واحد ربع 1% اكو قضيه عليه ما راح اصلا، ليش يروح لين امريكا؟ ها لين امريكا من وين؟ حتى وان كان رئيس اقليم لين امريكا، قضاء امريكي لا 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 وحكومه لا لا امريكيه. لا 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 لا، من يروح عليه قضيه شكل، من يروح اروح على خو انا عليه قضيه اروح اقعد بالبنتاغون؟ زين بعد اول زين زين تفضل تفضل تفضل. لا استاذ ما تفضل يعني. المهم حبيب قلبي، يعني لا بها واحد يخاف ولا بها مستحى، وخاصة في إقليم كردستان واضحين في كل شيء، ما عندي شيء أضمه. أنا إذا علي قضية رايح لهناك، هو موجود القضاء وموجود اللي مطلوب من عندي، تعال يا أبا شنو المطلوب؟ ليش يرجع؟ ليش رجع زين؟ ليش ما ألقى القبض عليه ذا كل الاتهامات؟ إذا بما معناه مو بس المنظمات هاي، أكو مواقع تنشر هسه يوميا، شو الصحف الأمريكية غيرها تقلب لك من تقرأ وتسمع تقول هاي العراق ما باقي لازم انا ادري رجوع واروح. زين مو كل شيء صحيح، مو كل شيء قال انا لازم اتشدد بيه. زين انا ليش ما عندي ثقه باخويا؟ طيب اعيد واكرر انه معظم الزياره قضاها في البنتاغون سيد بارزاني، رسائل غير مطمئنه لايران. انطوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي وصف العلاقه مع كردستان وخلاها المرنه، كردستان وصفها العلاقة يعني كردستان المرنة تعتبر حجر الزاوية في العلاقة الديناميكية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ها كلها رسائل غير مطمئنة لإيران. سيد بارزاني راح حتى يروح يقولهم يا بنتو يا يلو لا، أنا يوميا دا أنقصف، أنا دا أتعرض إلى تجويع لشعبي، أنا كذا، شو اللي ممكن يعني نتخذه في سبيل الحد دون التدخل الأمريكي بالقرار العراقي مثل ما تريد القوى الإطار؟ يعني إذا كانت هذه الكتل السياسية هي تبحث عن من يتدخل بالقرار السياسي العراقي فماكو داعي بعد يأسوا من لا لا ماكو يأسوا من الجدال لا لا ماكو يأسوا. صار لك إيش قد تسمع أنه حلحلة المشاكل العالقة وما تتحلحل؟ إيه حلحلة المشاكل العالقة، يجب أن نجلس على طاولة حوار ما جلسوا. لا لا أكو أستاذ الياس عزيزي، اليوم أنت ملزم مثل ما أنت إلك حقوق عليك واجبات. هاي قضية التجويع قضية مفتعلة من قبل حكومة الإقليم،
انت لو ملتزم بحقوقك بواجباتك تجاه المركز ما تنقطع عليك الموازنة. تسلم سلم الإيرادات النفطية، سلم إيرادات المنافذ، وسلم وسلم ما عليك، تجيك الموازنة على 24 حباية. أسأل بسؤال أعمق، الضربة الإيرانية لإقليم كردستان هين قلبي خلقت هذا الشرخ؟ واحد من المسؤولين الكرد في إقليم كردستان وصف، قال العلاقة بيننا وبين الجانب الإيراني تالفة. هذه سببت لنا تصدعات داخل القوى السياسية العراقية اللي حتى داخل الإطار نفسه حول اتخاذ موقف. اثنين، سيد بارزاني ممكن راح بعد ما وجد انه انا لازم اروح اجيب لي حليف قوي يقدر يوقفني على لا ابدا. انت مدام هي اللي خلخلت. لا شوف شوف استاذ الياس، انت مدام تحكمك القضية الجغرافية القضية الإقليمية، انت اليوم تربطك حدود مع الجمهورية الإسلامية حدود طويلة عريضة، ما يربطك بالولايات المتحدة مصلحة. اليوم علاقتك بالولايات المتحدة يجب أن تكون تختلف عن علاقتك بالجمهورية الإسلامية لاعتبارات عديدة. بس هو انقصف من الجمهورية الإسلامية. ما انقصف من الولايات المتحدة. ما جاي نقول ما انقصف، انقصف لأسباب. الجمهورية الإسلامية عندها أسباب للقصف، أسباب للقصف، وهذه القضية قضية متشعبة. والمسؤولين الكرد أقصد الـ 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 السبب، يعني اليوم مثلا أمريكا تقول إن التغلغل الإيراني هو بعد يوم هذا اللقاء هو يا تغلب كما قالت على التغلغل الإيراني، أن التغلغل الإيراني لا أكو اعتراف أن التغلغل الإيراني تغلب على الولايات المتحدة بالسيطرة على السياسة العراقية ونحن نعلم بذلك. أنا أشوف هذا التغلغل الإيراني، هذا موقع المونيتور، اسمعني أستاذ الياس عزيزي، أنا أشوف هذا التغلغل الإيراني بيد الدولار، بيد الكهرباء، بيد عقود التسليح، كلها ممكن يقول لك. لا اسمعني، هو التغلغل وين؟ انا اشوف الولايات المتحده متغلغله بالشان العراقي اكثر من الجمهوريه الاسلاميه بالقضيه الماليه، بالقضيه العسكريه، وبالقضيه السياسيه عندما تبحث لحلفاء لها داخل العراق تنفذ اجندتها بالعراق من خلال حلفائها. هذا التغلغل الحقيقي. بس انه الجمهوريه الاسلاميه عندما تقصف مواقع تعتقد وتؤكد ان هناك عناصر غير مرغوب بها، هذا امر طبيعي يصير بين كل هذه الدول. زين، بعد اول لقاء للسيد بارزاني في واشنطن قال بعض الاطراف تحاول اخراج القوات الامريكيه من العراق، لكن القوات الامريكيه مرحب بها كشريك دائم في كردستان. هل هذا بهذا التصريح للسيد بارزاني شق العصا على بغداد؟ لا بالعكس، شوف خروج القوات الأمريكية مو بس الكرد، يعني حتى وان خرجت من العراق فأنت مرحب بيك كشريك دائم. مو بس تخصص بس الكرد ما يريد ما يرغبون يخرجون. مو بس الكرد ما يرغب، نص من اخواننا الشيعة نفس الحال. منو هذا النص استاذ مهدي؟ نص المكون السني اذا مو اغلبه هو ويا هسه بعيدا عن المكون بقاء السني والكردي، منو نص الشيعة اللي ما صوت فدوا اروح لك ما صوت عليه؟ منو ما جاء مجلس النواب وما شارك اصلا؟ اكو قوة شيعية ترفض خروج القوات الأمريكية من العراق؟ ممكن يسمينا هاي القوة؟ إذا مو أغلبهم، أغلبهم؟ إذا مو أغلبهم بالإعلام شكل، بالكواليس، بالكواليس شكل آخر، وأنا مسؤول عن كلامي. والله خاف حاسب الامتداد، ليش لا حاسب الامتداد قوة شيعية. أقول لك أغلبهم، منو الأغلب؟ أقلهم امتداد. يقول لي منو الأغلب؟ لا 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 ما داخل، هم أخذت وقتي، هم أخذت وقتي. إحنا نريد الأشياء مسميات. امتداد ما داخل بمسمى مذهبي شيعي. امتداد قوة مستقلة مدنية. ما أخذ من مقاعد الشيعة. ما تصبر يعني. استاذ مهدي. فضل بس يا رأي تصبر. كان قاطعتك عليك العباس. لا والله. إيش قد حكيت؟ تصريحك خطير. ماشي فكيت. أكمل طير الفكرة. أوكي. هو سياسة. أعيد السؤال، من خروج القوات الأمريكية هناك قوة تريد خروج القوات الأمريكية؟ قلت لك إياها. أي قلت لك، لكن هم مرحب بهم في إقليم كردستان كشريك. أكبر قاعدة موجودة في عين الأسد بإقليم كردستان، وراح أصير بمكان القاعدة التركية وقاعدة اللي بالمطار. أخي ليش بس بإقليم موجود؟ لا بس من يطلع السيد بارزاني يصرح هذا التصريح شخصية مسؤولة رئيس على إقليم. رأسي للكل، أنا أقول لك الكل. أكون يعني نقطة أخويا عماد هم ذكرها، يعني أنت من تقول لي جياع وموازنة، أنا هسه دا أقول لك عوف كل ذنش سنين إحنا مخوش أوادم خوش.
طيب هسه لا محكمة الدولية وقفت كل شيء، سلمتك كل اللي تريده من موارد من مال بيانات الموظفين كل اللي تريده من عندك كل شيء ما لا لا من يقول لك هسه غير انت تروح تشوف بعينك يا عيني نعم من اقول لك لحد البارحة قرص اقراص من مال الموظفين وصلت زين انت من انا هسه كل شيء وياك وجايك انت ليش ما تسلم الموازنة حتى مشي رواتب الموظفين اكو واحد يريد يسوي مشكلة حتى المشاكل يقول لك وطن حتى اخي انا ما عندي مشكلة بالتوطين استغفر الله اقول ليش لماذا لم تمتثل السلطة بالاقليم الى قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب من يقول هل ما زلتم تشككون بدستورية هذه المحكمة اولا محكمة اتحادية دستورية الاولى اولا قرارات المحكمة اصبحت ملزمة وباتة هذا اكرر لك اياها وما عندنا اي اشكال بتوطين الرواتب ازيدك علم لانه لو حتى وان كنتم غير مقتنعين لو اكو اشكال كان ما راحت رقابة المالية واخذت كل بيانات الموظفين يا اخي والمتقاعدين انا على اساس اخليه يدخل ياخذ العاد اذا ما عندي رغبة بيها طيب ثلاثة المحكمة تقول الشرعية انا ما صرح بها زعيم يعرف قائد تاريخي إلى باع بالسياسة من يصرح هذا التصريح مو عن هوا وأكو أسبابها من لها أولا يا أخي المحكمة الشرعية هسه من قبل ما محكمة الاتحادية محكمة الاتحادية أكو من هدد أنه أعيد أعرض على مجلس النواب حتى إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية اثنين مو مفروض يكون بها فوقها مو مفروض بياكو مو هي اكو عدة فقرات ولحد هذه اللحظه ما صايره واكو اتفاق بين الكتل الاتحاديه ان تتبدل الكتل السياسيه ان تتبدل المحكمه الاتحاديه ويصير قانون جديد لها هذا بالك ولا هذا من احشي احشي مو يحشي لك عن هواء هذا راح تكون برغبه كرديه فقط لو رغبه كرديه هذا متفق عليه اخي متفق من ضمن الاتفاقات اللي قبل ما تشكل اداره الدوله وقبلها همين السيد ميدي عبد الكريم عضو حزب الديمقراطي كردستان شكرا جزيلا لجنابك الكاتب والمحلل السياسي استاذ عماد المسافر شكرا جزيلا لجنابك شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام مني ومن المعد حسين سعدون على امل ان يتجدد اللقاء بكم يوم غد ان شاء الله الى اللقاء لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعة فوق الساعة صفق صفو ما نتباع يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي الواحد ماني ولاد وانت ولاد مثل الوطن احنا